ويندو كوزميت اليوم رح نحكي عن لمن ديتوكس دايت، ومعنا بستوديو جوال رحمة سعادة. أهلا وسهلا فيك، من مؤسسي هيلثي نيشن يلي هي الوكيل الحصري لمن ديتوكس، ومعنا كمان ليا حلو. أهلا وسهلا فيك أخصائية تغذية. أهلا وسهلا فيكم. الحمد لله. ديتوكس يعني هلا هيدا الموضه اذا فينا نقول، ولكن هالترند هل هي مناسبه للجميع؟ هيدي شغله يعني كمان كثير مهمه، وايمتى وباي وقت ممكن انه نستعمل هالديتوكس؟ قبل ما نحكي عن اللمن ديتوكس بالتحديد جاوبني. يلا انا رح جاوبك. مثل ما قلتي هي ترند، وكل الناس الهيلثي بوبوليشن عم نحكي، يعني الناس اللي ما عندها امراض مزمنه بتقدر تكون عم تاخذ اللمن ديتوكس. بقيه الناس بدهم يشوفوا اكيد مع الطبيب. اللمن ديتوكس بينعمل مثلا خصوصي هلا، كثير ناس عم بيعملوه قبل الصيفيه، اذا عندك بدك تشيلي السموم، عندك كم كيلو بدك تشيليون، اذا عندنا هلا بدنا البيتش بادي، اذا عندك كمان عرس بدك تخسري الوزن شوي بسرعه. بس كل يعني الاشخاص ممكن انه يكونوا عم يستفيدوا من ديتوكس اجمالا، خاصه اذا عم نحكي عن لمن ديتوكس اليوم، حتى لو كانوا باعمار معينه، صغير كبير. العمر ما بياثر، يعني اجمالا بنبلش تقريبا من 16 سنه، يعني اذا بدنا نلجا لللمن ديتوكس لحيا العمر. مهم يكونوا قلت لك هيلثي بوبوليشن فيهم يستفيدوا، كل حدا شو المغزى تبعوله من لمن ديتوكس. شوال لمن ديتوكس شو مميزاته بالنسبه لهالترند؟ اللمن ديتوكس هو اكيد موجود بالسوق بين كل البرودكتس اللي هن للديتوكس موجودين بلبنان. يلي بيميزه هو انه 100% طبيعي، برودكت معمول بكندا. بتعرفي كندا من البلد يلي كثير عندهم ريستريكشنز على كل شيء له علاقه بالصحه، وكل شيء برودكتس بناخذهم يعني بفوتوا على قلب الجسم. دونك هو مكوناته الاساسيه عم نحكي عن الميبل الجريت سي يلي بنجيبه من كندا مع الديت، كثير سمبل بنفس الوقت كثير افيشنت. يعني هون عم نحكي عن برودوي طبيعي مش منكه، ما فيه اضافات، ما فيه مواد حافظه، ما بيقدر ياذينا بولا طريقه. دونك هذا شيء نحن بيطمنا، لانه بتعرفي اوقات كثير انت بتاخذي ريزلت من اشياء موجوده بس بيكون في كثير افيه سكوندير، اوقات حتى بيتفوقوا على الافاده. هذا الشيء مش موجود عند لمن ديتوكس، يعني بتستفيدي من كل النواحي بس تكوني عم تستعملي. كيف بستعمل لمن ديتوكس، وهل هو مرافق مع دايت معين؟ هلا هو في تو فيرجنز بنستعملهم، يا بنمشي على الستاندرد. الستاندرد يعني شو؟ بتكوني على 5 أو 7 أيام عم تاخذي بس اللمن ديتوكس كمير ريبليسمنت، يعني هو بيكون محل الترويقه، محل الغداء، محل العشاء، يعني بيصير نهارك كله باللمن ديتوكس. فيك تاخذي سوائل، فيك تاخذي شاي، بس ما فيك تكوني عم تاكلي اكل على 5 لـ 7 أيام. هيدي الفيرسيون الستاندرد. بيجي في عندك الثانيه اللي بتجي شوي اهين يلي هي ريلاكس، بتنعمل تقريبا على 3 جماع لشهر. بتكوني عم بتحطي اللمن ديتوكس كبيتين محل الترويقه وكبيتين محل العشاء، بس الغداء بضل اكل متوازن مع قوانين الديتوكس. هيدا يمكن اهين للناس اللي يمكن ما بيقدروا يلتزموا كل النهار يكونوا عم ياخذوا الديتوكس. رويل يمكن بدنا نضعف، ويمكن مثل ما فهمت انه في كثير مشاكل باللايف ستايل اليومي وبحياتنا اليومية، ممكن اللمن ديتوكس يكون عم بيسهلنا إياها، مش بس قصة الوزن. هو صح مثل ما اسمه بدل، يعني هو ديتوكس برودكت، يعني هو بيساعدنا نطهر جسمنا، نشيل منه كل السموم والرواسب والخلايا الميتة. بس لأنه الضعف هو مع لمن ديتوكس كتير مميز، لأنه بشكل سريع وبشكل صحي ومن دون عوارض جانبية. بحلقات سابقة على الان تي في كمان بهالفقرة كنا عم نشوف كيف عم بيكون فات، ما عم بيكون كتير شخص عم يخسر مي مثل غير ديتوكس برودكتس، عم بيكون عم يضعف بشكل سليم. بس ما فينا ننسى فوائد اللمن ديتوكس التانية على صعيد المناعة، على صعيد الصحة بشكل عام، مشاكل النوم، مشاكل التعلق، طبعا نقول إدمان بموضوع الدخان، بموضوع الألكول اللي بيترك كله سموم ورواسب بالرواية وبالكبد ان بارتيكوليه. بنفس الوقت هيك نعم نسمع قبل شوي عن الجمال وعن البشرة، لمن ديتوكس بيساعد نتخلص من الديد سيلز اللي بيكونوا على البشرة. دونك بيعطي هالجلو، مشان هيك بيجينا كثير فيدباك من المدامات انه واو حاسه حالي عامله فاونديشن، لانه هالديد سيلز يلي عم بيروحوا، هالفات بوكيتس يلي عم بيذوبوا وعم يمشوا بالسيركيولاسيون لنفاتيك، عن جد عم بحس الشخص انه في هيك جلو بالوجه وبالبشره. بالاضافه للشعر، لشعور بالخفيه، لانه للمره الاولى
بتاكلها بيكون عندك شانس تحسي حالك شبعانه وانرجيتك بس مش فول ومنفوخه وبتعرفي الميتابوليزم بده انرجي كثير عالي دونك بتحسي حالك تعبانه بعد ما تاكلي. هو يعني اذا بدك طريقه اكل سحريه تكوني عم تشبعي عندك انرجي بس بنفس الوقت عم تاخذي كالوريز كثير قليل تسمحي لجسمك انه يحرق من الاكزيستينج فات والتوكسينز يلي هن بالجسم. طب بهالطريقه قد ايه غذاء عم باخذ؟ قد ايه فيتامينز عم باخذ؟ هون حلو سؤالك كاتسا لانه هون عم ناخذ الغذاء يعني المعادن الفيتامينات كلهم مدعمين بس بشكل انه بدل ما تاكلي ميل مثلا فيه 200 300 وحده حراريه عم تاخذي بس كل كبايه ب 50 وحده حراريه، يعني هون الوحدات الحراريه اقل بس الغذاء زيته، هون جسمك ما بفوت بشيء انه هو جعان او انه بفاستنج ستيت او انه قاعده بلا اكل، هي كانك اكله بس اخذتيهم من السوائل ووحده حراريه. هون عم اكزامبل عن ميل هون لا هون اذا بلشنا بما انه هلا شهر المبارك أوكي. رمضان في كثير عم بيسالونا انه كيف فيهم يمشوا باللمن ديتوكس بخلال شهر رمضان لا. يعني اذا اعتبرنا بالافطار نحن بنبلش اجمالا مثلا بكبايه لبن مع مثلا بلحتين، فينا نبلش بكبايه الديتوكس. ليه؟ لانه هون ما بتعودي تاكلي كثير، يعني اول شيء بتسدلك من الجوع شوي، ما بتعودي كثير تاكلي خلال الافطار، سو بدل اللبن والبلحتين فيك تكون عم تاخذيها. يعني اذا بتشوف الوحدات الحراريه هون عم ليكي قد ايه عم بيكون في فرق، يعني نحن بس بالبلحتين عندك تقريبا بال 50 وحدات حراريه و150 باللبن هو 200 عم تستبدليهم ب 50 باللمن ديتوكس. اذا بنلجأ للصوره اللي بعدها هون عم نشوف وقت بالافطار بنبلش بالاكل تقريبا، يعني اعتبرنا هيدا اكزامبل بس اكيد السلطه الرز على الدجاج اذا كنا عاملين بالخبز، والمشاهدين عم بيشوفوا قد ايه تقريبا بيحتووا على وحدات حراريه. الصوره اللي بعدها بنكون هون اجوا الحلويات والمشروبات، يعني بشكل اكبر يمكن حتى مزبوط. هون الحلويات عم نشوف مثلا الكنافه، حلاوه الجبن، حلا شيء حلويات عربيه. هلا العصير هون بتعرفي الجلاب، قمر الدين، كثير بفتره رمضان بنكون عم نتناول هالمشروبات. ليش ما بتنتبه قد ايه فيها كلام الكنافه؟ يعني اوكي بس العطش من بعد اكل الحلو بتحسي بتشربي كثير بسرعه، يعني حتى اذا بتشوف العصير الطبيعي بس طبيعي منه منزاد له سكر بيحتوي على 120 وحدات حراريه، يعني وهون خسرت كثير من الالياف، خسرت كثير من الفيتامين سي، يعني حتى خسرت من المنافع. سو هون اللي عم نشوفه انه نحن بنقدر نستبدل هالمشروبات اللي عم ناخذها مثل الجلاب، قمر الدين، الفريش جوس بالليمون ديتوكس. هلا الليمون ديتوكس هو معمول من ميبل وبالم سيرب، يعني هيك فيه طيب طعم يعني. السويت فيه زيت طيب. نحامض طيب هذا لك على كل حال وهلا رح تدوقيه كاتيا وتعطينا الفيدباك. هلا الناس اللي ما بيتقبلوا كتير سويت تيس فيهم يزيدوا له نعنع، هيك بتكسر طعمة السويت حسب انت شو بتحبي. هلا مثلا كمان فترة الشوب بما انه احنا برمضان فينا نزيد ثلج، فينا ناخده عم سقع لانه هو بيتاخد سخن وبيتاخد مسقع، بس هلا فينا نكون عم نزيد ثلج ومنمزمز خلال السهرة فيها بتقطع لنا من الكثير هيك تكوني هفيانة على الاكل خصوصي وقتها بتكوني مش اكلة. هون وفرنا كثير من الوحدات الحرارية، يعني ساعتها بالحمية الغذائية اللي عم تمشي فيها مع لمن ديتوكس عم تقدري حتى بشهر رمضان تقدري تخسري وزن وتضلك تقريبا عم بتاكلي الاكل يلي اكيد مور اور ليس صحي، يعني بده يكون اجمالا الوجبه بدها تكون تبع الافطار بين 700 و 1000 وحده حراريه مع اللمن ديتوكس بنكون عم نخسر وزن بهذا الشهر. بس هي كبايه اللمن ديتوكس قد فيها 50 وحده حراريه. جوال على كل حال يعني لما بنقول انه في شيء بده يكون عم يعبي بالاول هالمعده قبل ما نكون عم نفوت على الاكل، خاصه لما بيكون الماكولات كثير طيبه بنصير حاسين حالنا بدنا نخسر شيء. صح. شو رح يعمل لمن ديتوكس؟ رح يقدر يخلينا ما نكون يمكن فايتين بشراهة على الافطار على المائدة، بس انه رح نقدر ناكل عادي. هلا هون انا بدي اشير لشغلة، اكيد نحن بنحترم كثير كل التقاليد الرمضانية والافطارات الشهية والجلاب والاكلات الطيبة يلي بهالشهر المبارك كثير بتكون موجودة على الطاولة، نحن بس هدفنا انه نجاوب على تساؤلات الاشخاص يلي عم يتواصلوا معنا حتى يسألونا كيف بيقدروا يستعملوا. هون فيك تكوني عم بتغشي جسمك،
حتى مش بس خلال رمضان، في كثير اشخاص بيستعملوا لمن ديتوكس خلال حياتهم اليوميه كرمال المينتننس. وبذكر اسبانيا هو البلد الوحيد بالعالم، لانه هو موجود ب 33 بلد، دونك البلد الوحيد يلي عم يستعملوه بس للمينتننس مش للديتوكس. يعني انت ديزون اليوم عندك غدا يمكن تاكلي سعرات حراريه اكثر من الايام العاديه، بتبلش نهارك بهالكبايه او الكبايه الثانيه اللي هن 100 كالوري، بالوقت اللي مستحيل انت تقدري تتروقي شيء ب 100 كالوري يكون عم يدخل لك الحديد، المغنيسيوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، المانغانيز، الزنك. يعني انت ما عم تاخذي قطع شهيه، انت سمبلي عم تاكلي بس بسعرات حراريه قليله. نفس الشيء برمضان، مجرد ما انت بلشتي بكبايه او بكبايتين اخذتي بس 100 كالوري، بس خلال يعني بعد تأدية الصلاه وتجهيز المائده بيكون مرق 10 ل 15 دقيقه، هون وصل مساج على الدماغ انه في حاله من الشبع. دونك انت موجوده على هالمائده للهدف اذا بدك الاجتماعي من القعده، بس كميه الاكل قلت كثير، وهون الحلو بهالموضوع. بعدك عم تتمتعي بكل الاشياء بس مش بشراهه كبيره. لمن ديتوكس وين موجود؟ لمن ديتوكس موجود بالصيدليات، قسم كبير من الصيدليات، خليني اقول اكيد فري دليفري بكل المناطق اللبنانيه، عند بعض اخصائيين التغذيه بذكر منهم اكيد ليا الحلو، وين ما كنت يعني بلبنان بيوصل لعندك من دون اي كلفه اضافيه. ليا قد ايه لازم يكون فتره عم باخذ لمن ديتوكس لاقول انه نظف جسمي؟ هلا مثل ما قلنا كاتا، يا بتكوني عم تاخذيه على 5-7 ايام يلي هو بيكون بس لمن ديتوكس، او بتاخذيه على 3 جميع على شهر اذا عم تعتبري الفيرسيون الاخف شوي، وبضل فيك ترجعي تستعمليه. يعني مثل ما قالت جوال فيك ترجعي تستعمليه، بس اذا بدك مينتنس، بس انه اذا بدي بس انه اذا عم نحكي كخساره الوزن او تتنطفي جسمك من السموم، عندك يا 3 جميع يا 5-7 ايام حسب اي فيرسيون بتقرري انت تخوضي. هلا هون انا بدي اشير لبعض الاشياء اللي نحن بنحس فيها خلال عملية التطهير، هي منها لون أبيض على اللسان من فوق وتغيرات بلون الخروج بشكل يعني كتير الشخص بيلاحظه. دونك أول ما حس إنه لون الأبيض يلي على لساني من فوق بلش يخف، بالوقت يلي لون خروجي بلش يرجع للطبيعي، هذا الشيء بدليني إنه ما بقى عندي كتير سموم بجسمي، أنا نوعا ما صرت أعتبر جسم نظيف. جوال رحمي سعد، اهلا وسهلا فيك، من مؤسسي شركه هيلث نوتريشن هيلثي نيشن. اهلا وسهلا فيك، وكمان عليا حلو اخصائيه تغذيه، شكرا لوجودك معنا لمن ديتوكس، اذا موجود بالصيدليات بلبنان وبتصور هلا وقته، اهلا وسهلا فيكم. وقفي هلا ونرجع منتابع لايف، خليكم معنا.